يفقد المباراة. يعني هنا محاولة خطيرة للخور على طول بالتالي إلى خارج أرضية الملعب. الكرة الماضية كانت خطيرة بالفعل، ما كان يفقد المباراة يعني الأماكن كلها في أرضية الملعب كانت تفتقد لأمارة ديانيه بالفعل، من أجل المتعة ليس أكثر، من أجل المتعة ليس أكثر. لكن أيضا عطاء يعني مباراة ربما جيدة في المستوى بين الخور والريان، وهنا خضع ضغط على فريق ريان، كرة ملعوبة، أوه داجانو يأتي ويضع هدف التعادل. داجانو بوركينا فاسو يأتي ويضع هدف التعادل لمصلحة الخور، وهبت رياح الشمال في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر شوط المباراة الثاني، تأتي رياح الشمال وتعطي هدف التعادل. شوف معاي مباشرة في أقصى الجهات اليسرى لحارس المرمى سعود الهاجري، اكتفى كما اكتفى بابا جبريل في